من تونس تنضم إلينا مراسلة الغد نجلاء بوقريس. نجلاء، إذا قيس سعيد يفي بتعهداته، ضعينا في التفاصيل خاصة فيما يتعلق بملف الفوسفات. نعم، بالفعل يبدو أن تاريخ 25 من يوليو قد ساهم في فتح قضايا كبرى وملفات حارقة على المستوى القضائي. يعني يوم أمس تحدث الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والمالي في العاصمة التونسية عن إيقاف 14 مسؤولا في يعني شركة فوسفات قفصة، وهي أكبر الشركات الوطنية لإنتاج وتوزيع الفوسفات. القطب القضائي تحدث عن شبهات فساد، استغلال مصالح، خاصة تلك المتعلقة بأحد النواب المجمدين ويعني شقيقين له، علاوة على وزير الصناعة السابق وعدد من المديرين العامين السابقين على رأس يعني شركة فوسفات قفصة. شبهة الفساد تتمثل بحسب التفاصيل التي تصلنا هي عبر استغلال شاحنات، أكثر من 100 شاحنة تعود لشركة هذا النائب المجمد في البرلمان التونسي، طبعا عبر استغلال النفوذ وتوزيع ونقل الفوسفات عن طريق هذه الشاحنات الخاصة، عوض نقلها عن طريق القطارات العامة التي تعود ملكيتها للدولة التونسية. تقريبا هناك خسائر تقدر بأكثر من 20 مليار دينار من العملة المحلية بحسب طبعا ما قدره القطب المالي والقضائي التونسي. في الحقيقة هناك تفاعل كبير مع هذه القضية، سواء سياسيا وأيضا على مستوى الشارع الذي بدا مستغربا لمدى حجم الفساد الذي كشف عنه يعني هذا الملف وهذه القضية في الساعات القليلة الماضية. هناك أيضا كما يتحدث طبعا الناطق الرسمي للقطب القضائي والمالي، هناك ثلاثة حالات لفرار سجلت طبعا في نفس هذا الملف. ما زالت الأبحاث مستمرة حول إيقاف المسؤولين الآخرين عن شبهات الفساد في هذا الملف. هناك من يتحدث عن قضايا أخرى فساد قد تطال عدد هام وهام جدا من نواب مجلس الشعب بعد رفع الحصانة وفق المادة 80 من الدستور. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مراسلة الغد نجلاء بوخريس، كنت معنا من تونس.